نكونوا بخير دخل ان شاء الله. فيديو جديد معكم اليوم. هنايا دانا كسكسو ثاني عيد، ومدانا بالحماص. ماشي الحماص، باقه صوجه واحد التكسكيسه. يا سلام، ها كيكون ناقص باقي جديد واللحم جديد. وما نقول لكم شاش واحد القصايه لذيذه وبنينه. ايوا صافي، هنا كنا داين ميكاش ديال القطبان في كونجيلاتور باش قطعنا الحوليد. انا ميكاش ديال القطبان جبتهم الصباح بكري تطلق داكشي، وغادي نقطعهم اقطعهم قطبان صافي بلا ما نبقاو عاد نجبدو كل ميكاب بوحديتها ونديكونجوليها ونجبدو كل ميكاب ونديكونجوليها. اللهم غادي نقطعهم كاملين، غادي نعمها الطاسه وعاد غادي نفاقهم في الميكات. وفيما نبغيو شي ميكا نجبدوها وندير لها القيمه الشامون داكشي ونديرها في قطبان ونشويها. انا الطريقه كل عام كنديرها، كنصاوب الكفته وكنصاوب القطبان. المهم غادي نشارك معكم في هذا الفيديو، خليكم معايا. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. الله الله صافا البنات. وهنايا الكفته طحناها، حتى هي عطاتنا تبارك الله شي 2 كيلو ولا ما 3 كيلو طحناها عند الكزار. زدناها الهبا، هذه الخضار ديال الكسكسو. ماما كانت خارجه وصوبت على كتبات عند الكزار، قطعتها اص. ايوا طحنات الكفته وداكشي، وانا صوبت لها الخضار جات لقاتها موجوده. قالت يلا هذا لك بنيتي هنيتيني منها. بقيت عليها وصوبت عليها وغسلت عليها وتولتها وحطيتها حتى جات عاد صوبات الكسكسو. حيت فيما نطيب لها الكسكسو، لان الكسكسو ديال ماما كيجي لذيذ وبنين. صافي الكفته كانت طحناتها وها ستايوس. ايوا وهذا الشيء اللي كاين. المهم هنايا الكفته غادي نديرها في اكياس بلاستيكيه، وغادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال التقسيم ديال الكفته، كتجي ساهله وماهله وواحد الطريقه زوينه وعمليه. خليكم معايا في لا فيديو غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. الى غاب الشيخ ها ولادو هنايا. ها نتوما البنات، هنا كندير كفته في اكياس التجميد اللي غادي ندير في كونجيلاتور. كنبسطها هكدا بيديا شويه داخل البلاستيك، هكدا داخل هذاك الكيس البلاستيكي. كنبسطها بيديا وكنديرها واحد الطريقه كتجي عمليه وزوينه. صافي بعد ما كنبسطها هكدا بيديا كناخذ دلك داك اللي كتصبو به الحلوه والشبكيه وداكشي، هانتوما شفتو. كنبقى ندلكها هكدا كيف ما كتشوفو، كنسرحها مزيان في داك الكيس بلاستيكي حتى كتاخد هكدا الشكل المربع. المهم على القدر اللي كديرو نتومايا. وصافي كنسرحها مزيان بالدلاك كيف ما كتشوفو، وكنقادها. صافي البنات، من بعد ما كنسرحها مزيان بداك الدلك كنقادها وكناخذ الموس على الجهه اللي ما اللي حافيه ما ضياش، فهمتوني؟ كناخذ الموس على الجهه اللي ما ضياش وكنطاسي هكذا الكفته على شكل مربعات كيف ما كتشوفوا. صافي طاسيتها هكذا على بعض ديال المربعات، وكنتني هذيك الميكا هكذا كنتنيها على الشكل ديال المربع اللي نتمنى تكونوا فهمتوني، على الشكل ديال المربع اللي طاسيت بحال ما هكذا. وفاش كتكونجولا صافي كنجبدوها، كت هذوك المربعات كيجيو هما قاسمين راسهم باسهم. اون فوا كنبغيو نديرو شي لاصوص ولا نديروها مع لي بات ولا سباكيتي ولا شي حاجه، كنجبدو هذاك المخصو. بغينا هي مخصو ناخذوه، بغينا جوج مخصوات ناخذوهم، بغينا كامله نديرها كامله. المهم بغينا شي لي بات خفيفه ولا شي حاجه بغينا نديرها بكفيته، كناخذو هذا المخصو هكذا وكيجي عملي وسهل، وكنديرو في لاصوص وها هي الاكله ديالنا واجده موجوده. صافي غادي نصما على هاد الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. بالنسبه لكفته عطاتني 5 ديال الميكات، الله يجعل البركه، الحمد لله والشكر لله. نكملهم هكذا نصما على هاد الطريقه تنساليهم كاملين ونكملوا لا فيديو حويجه اخرى. ايوا صافي، هنا غادي نديرو كاسكوت بالقطبان. ما كاينش شي اسام غايبي حاليا، ما كاينش القطبان هاد
3 ايام ما بعيا ما كانهاش وقت شنشيطك بالك. المهم الشامولا ديال القطبان فايت مشى هكا معكم شحال هادي في صندوق الوصف، دابا نحط لكم لوليان ديال القطبان الشامولا ديالهم. انا يشعلكم جماعه كنشوي صافي البنات، انا شديت المخ سلقته ودات مع شويه ديال الخل باش تحيد ديك الزفويه. عارف المخ ما كيصباش، غادي ندير له واحد المقيله، غنديرو بها كاسكوتي مع القطبان. من بعد ما تسلق كنحيد له واحد الشعيرات، ولا بد خصكم تحيدو ماقي وقينو ما كيبانو، وكتكون واحد الجليده من الفوق منقيتو كامل من دوك الشعيرات وديك الجليده، حيت الا بقاو تعطيو واحد البنه خايبه وكي ما كيجيوش زوينين. المهم نقيتو كامل هذا المخيخ هذا. من بعد دات معاه شويه ديال زيت العود، الثومه هكا الطائفات، شويه الكمون، شويه القزبر، شويه الملحه، وصافي هذا الشيء اللي دات. وزيت العود ولا بودة، وداتو فوق المجمى يا لالا ويا لالا، المجمى اللي شوينا فوق منه القطبان، جا واحد المخ مع واحد الباتاتا، يا سلام سلم جلديد وبنين. صافي البنات، هنا اليوم الثالث ديال العيد، كانت جات عندنا بنت اختي هي وليداتها، باتوا معنا وتعشاو معنا، وولا بودة ماما خصها تذوق حفيدتها من حولة العيد. صافي دات لنا الحيمات هي مبخين بالشامولا، دات له الشامولا ودات مع البصل وداكشي، جا واحد الطبق لذيذ وبنين. انا دات سلطة ديال لاوز وجلبانة وبطاطا وخيزو، خليتها تبادات وهادو، دات لها المايونيز وليقامة الخل وداكشي، جات هي زوينة. هذه هي العشوه ديالنا، جا الطبق بنين وديد، هي اللحم ناشف مع شويه الملح والكمون، راكم عارفين جا زوين وبنين. صافي مع سلطه مع شويه الزيتون مع خبز، اللهم ادي ما نعمه فاطمه من الزواج. كان هذا هو الفيديو، ما تنساونيش من لايك.